بقول لحضراتكم عن بعض الارقام اللي معايا بما تخص مباراه الاسماعيلي والزمالك، لان طبعا مباراه دايما ليها يعني عمق تاريخي كبير. معايا بعض الارقام والاحصائيات عن المباراه. اولا تاريخ مواجهات الزمالك والاسماعيلي في الدوري ده قبل لقاء طبعا يوم الاثنين اللي جاي، لعب الفريقين 120 مباراه، حقق الزمالك فيهم 55 فوز و32 تعادل و33 هزيمه. سجل الزمالك 154 هدف مقابل 123 هدف للاسماعيلي. اكبر فوز للزمالك كان 5-2، وده كان موسم 95-96. احرز الاهداف الزمالك كابتن حسام لطيف طبعا، وعصام مرعي، واحمد الكاس، وعفت نصار، وخالد غندور. واحرز الاسماعيلي بشير عبد الصمد ومحمد صلاح ابو جريشه. هداف الزمالك في مباراه الاسماعيلي كان عبد الحليم علي برصيد 8 اهداف لعندليب. وهداف الاسماعيلي في مباراه الزمالك هو عوض عبد الرحمن برصيد 8 اهداف برضه. سجل الزمالك اهداف في اخر 11 مواجهه بين الفريقين بمجموع 23 هدف. كمان في مواجهات طبعا ما بين المديرين الفنيين، خليني اقول لحضراتكم واستعرضها مع حضراتكم. طبعا مستر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بيقود الفريق لاول مره، فهتبقى دي اول مواجهه ليه بينه وبين النادي الاسماعيلي. اما كابتن ايهاب جلال مدير الفني الاسماعيلي واجه الزمالك قبل كده في الدوري بشكل عام، سواء مع الاسماعيلي او مش مع الاسماعيلي، واجه الزمالك 14 مره. الزمالك قدر يفوز فيها في 7 مباريات وتعادل 3 ماتشات، وانهزم الزمالك 4 مباريات. سجل الزمالك 24 هدف مقابل 17 هدف للاسماعيلي. الزمالك سجل اهداف في اخر 6 مواجهات ضد كابتن ايهاب جلال بمجموع 13 هدف. اخر 6 ماتشات لعبها نادي الزمالك قدام كابتن ايهاب جلال قدر يجيب فيهم 13 هدف. ايهاب جلال قاد الاسماعيلي ضد الزمالك مره واحده في موسم 2021 في الدور الثاني، وفاز الزمالك 2-0.